فماذا نقول نحن عن أنفسنا اليوم؟ كم من غفلة بعد رمضان يا إخواني. والله يقال له الشخص حاسب على نفسك، حاسب كما يقال اضرب بريك، يعني يندفع إلى المعاصي اندفاعا وإلى الشهوات إلا من رحم ربي. كيف كنت؟ ألست أنت الذي احتضنت المصحف وأنت تبكي في زاوية المسجد؟ أنت التي كنت تقرأين القرآن وتبكين؟ ما الذي حصل؟ ما الذي تغير بعد رمضان؟ لماذا عدت إلى الهجران؟ لماذا عدت إلى العصيان والخسران؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ ثم بجانب ذلك أيضا نجد بأن القلوب لانت. انظر عندما تأتي إلى قطعة حديد فتلينها في النار، تجلس وقت طويل تلينها 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 حتى إذا حميت طرقتها بسلاسة وصنعت منها ما شئت من صناعة. قلبك هكذا في رمضان، لان ورق حتى فاق وذاق واشتاق وشف حتى صعد إلى العلياء بروحانيته وطهارته، فدمعته لا يملكها ووجل قلبه حاضر وخشوعه متيقن وتدبره لتلاوة كلام الله لذيذ، لا يمل من الصلاة، لا يمل من العبادة، يستأنس بها، يكثر منها. ما الذي تغير؟ كان الحديد طريا، بإمكانك أن تصنع منه ما شئت من قلب صاف صادق لله يستمر معك إلى آخر حياتك. فلما جاء بعد رمضان تركت ذلك، فعاد الصدأ على القلب وعاد الرين عليه وقسى القلب مرة أخرى وتركته ولم تعاوده 11 شهرا. ما الذي يضمن لك أن يعود رمضان وأنت موجود؟ ربما تموت قبل ذلك، فكيف تلاقي الله سبحانه وتعالى؟ تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب وأقلع ونزع جليت. صفي القلب، أتبع السيئة الحسنة تمحها، اغسل الذنب في مكانه، اقتله في مكانه بالاستغفار والتوبة مباشرة. لا تبت ليلة إلا وأنت مستغفر من ذنوبك. إن استطعت أن ترد الحقوق ردها أو اكتبها. اغسل قلبك أولا بأول، لا تترك هذه الكادرات حتى يصدأ القلب. فإن عاد، أي عاد إلى الاستغفار، فإن استغفر وأقلع جلية وصفي، فإن عاد إلى الذنب عادت حتى تعلو قلبه، يسود القلب ويظلم. ثم قال: اقرأوا قول الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا عن رحمة الله لأنهم حجبوا قلوبهم عن ذكر الله. إخوتي الأعزة، انظر إلى الوعاء الذي تأكل فيه. إذا جئت بعد انتهائك من الأكل فغسلته مباشرة، سهل غسله في ثواني، لكن اتركه ساعات أو اتركه ليلة أو يوم ثم تأتي لغسل لن تستطيع. تريد منظفات وتريد إسفنج وتريد يعني بقوة، وربما شمخت الوعاء وربما خدشته حتى يزول ذلك الكادرات. هكذا القلب، هكذا القلب مع الرب جل وعلا، يريدك دائما أن تكون غاسلا لقلبك في كل لحظة من لحظاتك.